قصة أمين الشرطة الذي قتل أحد المواطنين وقعت إمبابة الشهيرة طغت على الأحداث كثيرا أيضا، لأنه البعض تساءل لماذا إطلاق الرصاص بهذا الشكل؟ إيه اللي حدث؟ الواقعة كانت غامضة فيها أسئلة كثيرة ومختلفة. هسأل أحمد الطيب أمين الشرطة من داخل السجن أو الحجز. أمين أحمد أهلا بيك. أهلا بحضرتك يا أستاذ. أمين أحمد عايز أسأل يعني ما الذي يدعوك لإطلاق النار على حمادة خليفة، وهو كما أكدت في أكثر من واقع أنك كنت تعرفه مسبقا، لكن خليني قبل هذا السؤال حتى أسألك يعني ما هي علاقتك بالقتيل حمادة خليفة؟ طيب أنا حضرتك أنا ما ليش علاقة بيك كشخص، احنا كرجال بحث معروف عننا ان احنا بنبقى متبعين اي شخص ليه نشاط ارهابي نشاط اجرامي على حسب ما بيكون النشاط بتاعه، حتى لو نشاط سياسي ما احنا برضه بيبقى عندنا فكره عنه، مش معنى ان هو موجود عندي وليه نشاط يبقى انا كده اعرفه او في سابق معرفه شخصيه بيه. حماده كان ليه كان اصلا اسلوبه غير عادي، هو كان على طول بيتخانق مع الامناء وبيتخانق مع ضباط كتير جدا، اكتر من واقعه تعدى على ضابط وتعدى على امناء، وليه في المعلومات بتاعته هو نفسها مقاومه سلطات كذا قضيه ماشي، كان هو دايما متعارف وبيتعامل، بس احنا ما كناش نعرف ان هو تابع لجماعه الاخوان المسلمين. الموضوع ده ما ظهرش غير بعد موضوع الشرعي، بدا بقى يظهر ان هو يجمع المجموعه بتاعته ويبداوا يعني احمد اذا كان في اعتداءات على ضباط في مقاومه سلطات، دي اتهامات مكانها النيابه والمحكمه وتوجه اليه اتهامات. انا ما قلتش حاجه، انا بتكلم في جزئيه صلتي بيه في البحث اعرفه زي ما زمايلي والظباط كلها. انا اصلا اول ما حصلت الواقعه كل اللي دخل شافوا ايه ده حماده، ايه ده حماده، فهو معروف، هو معروف بسبب نشاطه، مش معروف لينا ان هو معرفه. طيب صاحبنا كل ده هل يدعو الى اطلاق ثلاث رصاصات؟ يعني احكي لي الواقعه، يعني كيف اطلقت الرصاصات الثلاثه عليه؟ هستاذن حضرتك تفاصيل اللي حصل نفسه دي حاجه في تحقيقات النيابه انا مش هقدر اتكلم فيها، لكن انا كل اللي اقدر اقوله ان هو كان بيعتدي عليا وكان بيحاول ياخد مني السلاح، وبسبب معرفتي لدرجه خطورته ده اللي خلاني السلاح كان هيتاخد مني. اكتر من كده معلش مش هقدر اتكلم لان عشان بس دي حاجه في تحقيقات النيابه، لكن انا ممكن ادي حضرتك فكره عن حياته وعن واذا كان هو مواطن شريف ولا هو شخص اصلا. يا احمد انت هنا لست قاضيا على منصه حتى تحدد من هو الشريف ومن هو غير الشريف، يعني هنا انت قتلت مواطنا، انت قتلت سواء كان ينتمي لجماعه الاخوان، ينتمي الى 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 اي فصيل او الى اي جماعه. في الحاله دي يا استاذ وائل، لما يكون هو مش بيتعامل معايا بعمق، لما يكون هو فعلا انا قبضت عليه وما ردش عليا ماشي، انا مفيش مشكله، انا بقى لو اتعديت حدودي اتحاسب مفيش مشكله، لكن لما يكون هو بيقاوم ودي عادته اي حد بيقبض عليه لازم هو يتعامل معاه. بس انت كان ليك كلام في كان ليك كلام في الفيديو اللي هنحاول نشوفه ونسمعه بعد قليل، بتقول انه انا ارتكبت هذه الواقعه حتى لو تم اعدامي، فانا يعني لا انا مش مبسوط ان انا قتلته، طبعا هو دي روح وانا مش مبسوط بحاجه زي كده، انا بتكلم ان انا موقفي ان انا قبضت على واحد كان ليه ضبط واحضار سايبينه من 4 شهور محدش عايز يجيبه، والشخص ده خطر جدا ومعروف جدا ان هو خطر، وان هو معاه مجموعه بيقودها بتجيب سلاح وبتتعامل بيه، فحته ان انا لا هو انا مش ندمان ان انا قبضت على شخص خطر زي كده. انت ما قبضتش عليه، انت قتلته يا احمد، انت ما قبضتش عليه. حضرتك انا مش هقدر اتكلم في الحته بتاعت اللي حصل، لان انا اللي حصل في القتل ان هو كان فيه مشاده بيني وبينه، كان خلاص هيمسك السلاح، دي حاجه بقى مش هينفع اتكلم فيها لان دي. طب يا احمد انتوا مش اتعلمتوا حتى ان في قواعد لاطلاق النار، وتبدا بانك حتى لو هو انت بتقول انا بقبض عليه فتمكن، مع انه هو قادم الى السجن. لا الى الاسم، انا ما بقولش تمكن، قادم للاسم بنفسه حتى يدفع كفاله لزميل له. هقول لحضرتك بس على حاجه الاول، عشان انا طبعا الدنيا هتقلب دلوقتي وهيجوا ياخدوا مني التليفون، وهم طبعا عايزين يكتموني مش عايزين نرد، ودي حاجه برضه انا ليا الحق طالما هم بيخافوا. اتفضل اتفضل. يتكلموا براحتهم، يعني يمنعوا النشر خالص، يا اما يخلوني اتكلم براحتي وارد زي ما انا عايز، لان انا كده برضه بيتمارس جماعه الاخوان بتمارس عليا ضغوط اكتر من حقها، ان انا المفروض ان انا كده برضه ليا الحق ان انا ارد.
دي حاجه. الموضوع بتاع ان هو كان جاي الضبط احضر، انا هسال حضرتك سؤال مش لازم حضرتك ترد عليه. ناصر شعبان اللي حماده خليل كان جاي يدفع له كفاله، ده واحد تابع للجماعه الاسلاميه وكان معتقل زمان في التسعينات في احداث الجماعه الاسلاميه، دي اول حاجه. ناصر شعبان ده هو لما حماده لما هو حماده رايح يدفع كفاله لواحد تبع الجماعه الاسلاميه، يعني معنى كده ان هم اصحاب بس في المدرسه ولا ده كان ولا دوت شخص هو في علاقه بينهم ما بين بعض وفي شغل بينهم وبين بعض؟ دي حاجه. موضوع الكفاله انا ما اعترضتش معاك حاجه، انا شفت واحد عليه ضبط احضار بلغت القيادات بتاعتي، هو بقى قاوم وبدا يتشكل معايا وقرب يمسك من سلاحي وخلاص وانا عارف درجه خطورته، فدي حاجه بقى النيابه هي اللي هتفصل فيها او القضاء اللي هيفصل فيها. يعني انت ضغطت على، انت عايز تقول ان انت ضغطت على الزناد رغما عنك؟ السلاح كان هيتاخد مني يا استاذ وائل، انا السلاح كان هيتاخد مني لو كان السلاح وصل لايدي الشخصيه دي، ما كان هيستعمل السلاح لحد ما يخرج بره القسم. هيتاخد، ما انت حواليك ناس يا احمد، في حواليك اللي كانت واقفه حضرتك كانت بتتفرج وكل والشهود قالوا كده، الناس كانت واقفه بتتفرج، كانوا سايبيننا بنتعارك مع بعض، الناس كانت واقفه بتتفرج، لو كانوا دخلوا وكيستفوه ما كانش هيحصل حاجه، كان ممكن على الاقل نعنفه مثلا شويه او نستعمل معاه القوه من غير سلاح خالص. لكن لما يبقى السلاح خلاص بقى في ايده، قرب يبقى في ايده. طب ثلاث رصاصات ازاي يا احمد؟ ما هو انت اطلقت عليه ثلاث رصاصات كتير ليه؟ هو انا مش قادر اتكلم في الموضوع ده عشان ده في التحقيقات يا استاذ وائل. الموضوع لما الواحد بيبقى فيه انت اصل الموضوع مش العمليه مش ثلاث ساعات بنضرب في بعض. طيب احمد، لانهم بيقولوا ان انت كان عندك قضيه سابقه وقضيه تتعلق ايضا بقتل المتظاهرين وقلت ان انت في حاله نفسيه حضرتك معلش، قتل المتظاهرين ما قتلتش متظاهرين، انا وقفت عند الاسم بتاعي حميت الاسم، كانت في ناس جايه تحرق، كانت جايه تقتلنا وتحرق الاسم، الاقسام الثانيه الناس سابتها ومشيت، احنا وقفنا وقالوا ان هم هيحاكمونا واتحاكمنا واتشتمنا واتبهدلنا، وكان برضه المجموعات دي بتيجي تهزق فينا وتبهدل فينا واستحملنا، احنا ما قتلتش متظاهرين، انا دافعت عن الاسم بتاعي اللي كان هيتاخد السلاح. طيب السلاح اللي فيه يطلع على المواطنين في الشارع. احمد انا بس لما سجلنا مع عائله حماده والمحيطين بيه وجيرانه، الناس حتى تقول الفيديو كلهم يا استاذ معلش اديني فرصه، اللي كانوا في الفيديو كلهم دول من ضمن اللي هم ضبط واحضار اصلا، يعني اللي كانوا في الفيديو دول اساسا من اللي هم ضبط واحضار، ده من ضمن التشكيل بتاعه. يا سيدي اعمل ضبط واحضار، في فارق بين ان تضبط مواطنا ومتهما وان تقتله. الضبط يا باشا، الضبط والاحضار بتاعهم المحضر التحريات المعمول الانتماء لجماعه الاخوان المسلمين وتشكيل جماعه مسلحه، اللي طلعوا في التلفزيون دول كانوا منتمين بيشكلوا جماعه مسلحه. لا يعني في سيدات طلعوا في التلفزيون بيقولوا ده احنا مع الجيش والشرطه، لكن انا ما انكرتش ان هو احنا برضو من ضمن المعلومات اللي عندنا احنا وزمايلنا والضباط بتاعتنا ان هو في عنده تقريبا ابوه او اخوه حد منهم مع الجيش والشرطه، لكن هو وضعيته ايه؟ هو اسلوبه ايه؟ هو بيطلع في المسيرات وما بيطلعش؟ هو اي حد هو على طول هو يا باشا اتصاب ثلاث مرات في مظاهرات الاخوان، طلع يتعامل بالسلاح واتضرب بالنار ثلاث مرات، منهم مره خد طلقه في ظهره وطلعت من بطنه. اقدمه للمحكمه، اقدمه للمحكمه. انا ما اخرتش، انا كنت انا لما جبت لما قلت لرئيس المباحث عشان يقبض عليه عشان يتقدم للمحكمه، هو بقى خرج عن حاجه ثانيه فاضطريت اتعامل باللي اتدربت بيه، اللي اتدربت بيه بقى طلع في الاخر ان هو غلط، انا ما كنتش اعرف ان هم بيدربونا ان احنا لما واحد يجي ياخد مني السلاح بقول وامشي. انا ما كنتش اعرف ان المفروض ان انا واحد يجي ياخد مني واحد بيتخانق معايا او واحد ارهابي خطر بدرجه الخطوره دي يجي ياخد مني السلاح اديله السلاح وامشي. لو كنت اعرف طيب كده انا ما كنتش اصلا هبط عليك. كنت طيب انت كان احساسك ايه وانت بتضغط على الزناد وتنطلق منه ثلاث رصاصات؟ ما هو انا برضه حضرتك بترجعني للجزئيه بتاعت التحيات النيابه عشان برضه طيب ما تعرضش. تخليني اسال محمود خليفه كده شقيق حماده القتيل. استاذ محمود اهلا بيك. عشان انا التليفون هيتاخد مني وعند حضرتك دلوقتي المامور السجن والناس ديت هتتاذي بسبب الموضوع ده، وزاره الداخليه بتحاول تضغط عليها عشان ما اتكلمش، ما حدش عايز يطلع، المفروض كان المتحدث الرسمي يطلع يقول الكلام ده. يعني هم استمعوا اليك دلوقتي فمش عاوزينك تتكلم يعني. لان بيقولوا احنا عايزين الموضوع يهدى، الموضوع مش هيهدى، الموضوع ان انا هيتضحى بيا، هو ما يطلع يقول البيانات اللي عنده، محضر يقرا محضر التحريات يقول، وحضرتك المتحدث الرسمي يقول محضر التحريات. هو بس يا امين احمد، وقائع من هذا النوع انت عارف ان في حاله تلاحم الان بين الشعب والجيش والشرطه، وقائع من هذا النوع يمكن ان تجعل بعض العائلات، يعني احنا لما سجلنا عائلات كثيره من المحيطه بحماده لانهم ضللوهم قالوا ان هو تبع السيسي ومش عارفين ان هو ولا حتى يا اخي لو تبع الاخوان
لا يمكن ان تلقي القبض على مواطن بقتله. يا سيدي الفاضل ده كان بيتعامل في المظاهرات والناس عندهم في الشارع عارفين الكلام ده. انا ما بتكلمش، انا ما عنديش مشكله. انا التليفون ده يا باشا هيتسحب مني دلوقتي وزارة النقل ان انا اتكلم ايه وزارة النقل ناخد حقي، وزارة النقل ناخد حقي. طب انا دلوقتي عايزني اهو حقي وايه اللي حصل؟ طيب يا استاذ وائل انا برضه من حضرتك حنين وزارة النقل بتحاول تضحي بيا دلوقتي. الوزاره بتضحي بيا، انا لازم اتكلم واقول الحقيقه. ما احنا بنسمعك. انا بتكلم واقول الحقيقه، الناس دلوقتي مش بيطلعوا يتكلموا، ما اتكلمش انا، من اول ما يتكلموا، لكن ما يسيبونيش، ناس تكذب عليا وتقول انها اكلته عشان انا في خصومه بيني وبينه، انا مش صاحبه، وانا في بيني وبينه حاله شخصيه، انا لازم اخد حقي، لازم يديني فرصه ان انا اتكلم يا اما ان انا اترك كل حاجه، ويسيبوا القضاء هو اللي يتكلم، يسيبوا القضاء، يسيبوا القضاء على راسه دي واحده، يسيبوا القضاء يا باشا ياخد مجراه وبلاش نصرف اي حاجه، من استفاء يقول ان انا قتلته متعمد، يسيبوا القضاء هو اللي يتصرف، انا هتنزل هاتلي من حضرتك حمايتي من اللي بيحصل في الوقت. طيب انا واثق، امين احمد انت بتتكلم من اي مكان؟ بتتكلم من اي مكان؟ طيب في كل الاحوال ربما يكونوا اخذوا التليفون من الامين احمد الطيب. هو عاوز يقول طبعا انه الـ 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 البعض يعني عايز يضحي بيه ويحول القضيه انه كان في خلاف شخصي بينه وبين حماده خليفه القتيل في هذه الواقعه، وبالتالي يعني القضيه ما لهاش علاقه. لا هو يعني هو حد قال انه الداخليه كلها تتحمل مسؤوليه حادث من هذا النوع؟ من يخطئ يحاسب يعني. طيب واضح طبعا انهم يعني اتمنى انه ما يبقاش في انتقام من الامين احمد الطيب، لانه على الاقل عاوز يوضح وجهة نظره. هو بيقول القضية ليست شخصية، بيقول انه حمادة حاول ان يستولي على سلاحه فدافع عن نفسه بهذا الشكل.